اول شيء يعني لما دخلت في الوحده ما كنت بتكلم في الوحده كثير، لكن لما دخلت في الوحده سريعا برضو يعني اوكي كوحداوي انا يعني اسمحوا لي دائما على الوحده بس اتكلم شويه يعني كوحداوي اقصد ما اتكلم كلام كثير يعني، لا رغم اني انسان محايد مع الجميع طبعا في عبر شاشه برنامج كوره. الوحده بالتاكيد مجرد الحديث عن الهبوط والصعود انا يؤلمني بصراحه ويؤلم جمهور الوحده كثيرا، لان المفروض هذه صفحه وانتهت، صح ولا تتفقوا معايا ولا لا؟ يعني خاصه الموسم قبل الماضي العمل اللي اتعمل لنادي الوحده وقفه مع المستشار تذكر الشيخ والهيئه مع جميع الانديه، خلاص الوحده في الطريق السريع الى انها تكون دائما في المنافسه وفي كل الالعاب، وشفتوا انتم ايش صار في الوحده في الالعاب الاخرى بطولات وما الى ذلك. كون نتحدث الان عن هبوط وصعود هذه مؤلمه لي بامانه ومؤلمه لكثير من الوحداويين، مره ثانيه تحت ضغط. انا اقول لك شيء بكل امانه، امس انا اتفرج مباراه الاتحاد وضمك ابغى الاتحاد يفوز، ابغى اتفرج مباراه الهلال والباطن ابغى الهلال يفوز، عرفت كيف؟ تخيل التوتر اللي عايش فيه جمهور الوحده الان، توتر شديد يعني، تابع الفرق اللي معاك تبغاها تنهزم وانت تبغى تفوز. سامح الله من اوصل الوحده لهذا رجعنا للمكان هذا رغم توفر الفلوس. زمان الوحده كانت الاعذار موجوده، ما في فلوس، في ادارات طبعا غير جيده، لكن الان في فلوس. طلع الفكر غير موجود للاسف. على العموم الوضع الان طبعا الوحده لا زال صعب رغم الفوز المهم جدا جدا. حقيقه اعجبني في الفريق اكثر شيء في كان في روح في الفريق، في يعني من فتره طويله كان الفريق تشوفها تهزم يخرج عادي اللاعبين، وشفتها في وليد بخشوين كان يبكي، شوفها ترى وليد بخشوين ابن النادي الاهلي في عصر الاحتراف صعب تشوف لاعب يبكي، صح ولا لا؟ نادرا يعني، يمكن ايامنا كان صح ومناف يعرف هذا الكلام، ناديك اتولدت وربيت فيه. وليد هذا يعني عشان صراحه ما بياخذ حقه هذا البطل، هذا النوع من اللاعبين اللي اتمنى يكون موجود في كل فريق، اتمنى يكون موجود في كل فريق. لما جبته اتذكر نادي الوحده لما تعاقدت معاه اهلاويين ارسلوا لي وحداويين ايش تبغاه، وكان يتعرض لحمله تشويه غير جيده صراحه لما كان في النادي الاهلي وغير صحيحه بتاتا. اللاعب اخلاق رجل انا جلست معاه سنه كلمه ما شفتها طلعت منه، اخلاق عاليه، اداء عالي في الملعب، منضبط، اول لاعب في التدريب، فحرام يعني. فبرافو وليد، وكل اللاعبين صراحة كانوا على قدر المسؤولية في المباراة. الفتح ساعد الوحدة شوية انه ما عنده حافز الفتح، لا عنده هبوط ولا عنده دخول لمربع، فبالتالي ما شفنا الفتح بالصورة المطلوبة، لكن على الوحدة انه يكون بهذه المرجلة في المباراة القادمة، وعشان لا كمان يعني الضمكاوين وفريق الباطن يزعلوا مني مثلا. بكل أمانة يعني كل الفرق ضمك ما يستحق هبوط، الباطن شوف كيف بيسووا، العين كفريق من الباحة رغم الهزائم شفنا فريق يلعب كورة جميلة. أنا بكل أمانة أتمنى أنه ما حد ينزل يعني، أتمنى يكون في زيادة فرق 20 فريق وما إلى ذلك. صعب الموضوع صحيح، لكن أنا أتمنى ذلك صراحة، ما أتمنى الفرق هذه تهبط لأنها بتحاول وبتقاتل، مو مثل بعض الفرق اللي صعدت ونزلت يعني ما شفنا منها ولا شيء. عموما أتمنى التوفيق للفريق.